سقوط الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات بعد أسبوعين من الاستقرار، وأزمة في تسويق محصول الحمضيات في الداخل السوري هذا الموسم، وتوقعات بموسم قطن مبشر هذا العام، وشكاوى عديدة من المواطنين من تراجع جودة الخبز السياحي رغم ارتفاع سعره، وتراجع كبير في أسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. لم يصمد الدولار الأمريكي كثيرا في استقراره وثباته أمام الليرة السورية التي تظهر تماسك وقوة منذ أكثر من أسبوعين، حيث تراجع وانهار الأخضر أمام العملة الوطنية السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الثلاث 26 سبتمبر 2023. وكما قلنا وتوقعنا تماما أن ثبات الليرة السورية واستقرارها وصمودها أمام الدولار الأمريكي طوال الفترة الماضية يعد مبشر خير على تعافيها، وها هي الليرة ترتفع أمام الأخضر والعملات لتفتح باب الأمل في تعافي الاقتصاد السوري. والأهم هنا الآن، لم يعد أمام التجار ومحتكر السلع أي حجة أو تفسير لرفع أسعار السلع، فدائما ما يربطون رفع أسعار السلع بارتفاع سعر الدولار. ما هو الحال الآن؟ قد انخفض الدولار، هل تخفضوا أسعار السلع؟ هل تصحوا ضمائركم وتقفوا بجوار بلادكم؟ هل تتخذون موقف مشرف يحسب لكم أمام التاريخ وأمام الناس، بل أمام أنفسكم؟ هل تحبون أن نذكركم بالخير، أم أنتم مستمرون في دوركم المتخاذل وهمكم الأول والأخير جمع المال بأي صورة، وليس تعافي الاقتصاد السوري أو التخفيف عن المواطن الضغوط اليومية التي يتعرض لها بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أصبحت بسببكم فوق تحمل الجميع؟ أنا هنا لا أوجه كلامي وحديثي لشرفاء من التجار أبناء الوطن الذين يحبونه ويدعمونه، ولكن كلامي إلى القلة معدوم الضمير ممن لديهم أطماع وهم ضعاف النفوس. ورغم كل المصاعب والهموم، أجد أن المواطن السوري لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 10900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 13550 ليرة للبيع و13400 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن ال100 دولار هتساوي 1,340,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، كشفت تقارير عن وجود أزمة في تسويق محصول الحمضيات في الداخل السوري هذا العام. وفي التفاصيل، أوضحت التقارير أن الحكومة تواجه أزمة لتسويق الحمضيات وسط توقعات تشير إلى أن الإنتاج قد يصل إلى 825,000 طن وأكثر من ثلثيه في المنطقة الساحلية. وعقد عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين اجتماعات موسعة لدراسة الإجراءات المقترحة لتسويق محصول الحمضيات لهذا العام. وزاد إنتاج الحمضيات الموسم الحالي بنحو 100,000 طن عن الموسم السابق، وهو ما يضع الحكومة في تحدي كبير لتسويقه. فالتصدير لا يستهلك سوى كميات قليلة من الإنتاج، وبالتالي فإن الخيارات تتجه في أغلبها لاستيعاب المحصول محليا. وعلى الجانب الآخر، تحدثت تقارير عن توقعات بموسم قطن مبشر هذا العام. وفي التفاصيل، أعلن مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد العلي أن المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغت 35,896 هكتار و7,175 هكتار في المناطق الآمنة، وهي أكثر من المساحات التي زرعت في العام الماضي. كما نقلت تقارير أخرى شكاوى المواطنين من تدني مستوى العيش السياحي في الداخل السوري رغم ارتفاع سعره. وفي التفاصيل، اشتكى عدد من المواطنين من سوء جودة الخبز السياحي المنتج في الأفران السياحية
واختلاف نوعيته قياسا للفترة السابقة وانخفاض جودته عند تخزينه لأكثر من يوم في الثلاجة، فضلا عن ارتفاع سعره الكبير والتفاوت في السعر بين محل تجاري وآخر لماركة الخبز نفسه. ورغم ذلك قال محمد البردان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إنه لم تصل أي شكاوى إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق بخصوص جودة ونوعية الخبز السياحي، وأوضح بأن هناك جولات مستمرة من دوريات حماية المستهلك على المخابز السياحية. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري فقد سجلت انخفاض بمقدار 10,000 ليرة خلال تعاملات اليوم الثلاث. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاث، سجل الدولار في دمشق 13,550 ليرة للبيع و 13,400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 13,650 ليرة للبيع و 13,500 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 13,900 ليرة للبيع و 13,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14,000 ليرة للبيع و 13,900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 13,900 ليرة للبيع و 13,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 13,950 ليرة للبيع و 13,800 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 14,333 ليرة للبيع و 14,169 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,044 ليرة للبيع و 9,925 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 16,523 ليرة للبيع و 16,330 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 498 ليرة للبيع و 490 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,615 ليرة للبيع و 3,572 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 43,830 ليرة للبيع و 43,320 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,689 ليرة للبيع و 3,645 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3,720 ليرة للبيع و 3,676 ليرة للشراء، سجل الدينار الأردني 19,114 ليرة للبيع و 18,894 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 438 ليرة للبيع و 431 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاث، سجل جرام الذهب عيار 24 829 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 728 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 625 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1916 دولار فاصل 38 سنت، وسجلت ليرة الذهب 5,995,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 431 دولار فاصل 29 سنت، وسجلت أونصة الفضة 321,124 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 10 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,325 ليرة. نكمل جولتنا للاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاث، واللي وصلنا فيها الأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاث. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.